هنا القاهرة من دبي، ننقل لكم فعاليات قمة المناخ كوب 28. نناقش ونحلل أهم القضايا المناخية والبيئية المطروحة على قادة وزعماء دول العالم. مصر سلمت رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعد نجاح مهمتها في كوب 27، ولكن العالم ما زال يحتاج لكثير من الجهود لمواجهة التغيرات المناخية. أصبح الاقتصاد الأخضر ضرورة لمكافحة التغيرات المناخية التي تهدد مستقبل العالم. نناقش الخبراء والمتخصصين حول مواجهة التحديات البيئية. القارة الإفريقية هي أكثر قارات العالم تضرراً من ظاهرة التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري. وستناقش قمة المناخ كوب 28 دفع التعويضات للدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها الاقتصادية. تابعوا جلسات وفعاليات كوب 28 لحظة بلحظة على شاشة القاهرة الإخبارية. هنا القاهرة عاصمة الخبر.